نتعرف على بطاقات حرف الكاف، صوت حرف الكاف. انتبهوا معي جيدا يا صغاري. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ك ك كنغر، ك ك كنغر. الكاف هنا في أول الكلمة، ك ك كنغر. هذا الحيوان الله سبحانه وتعالى جعل له جيب صغير يضع فيه صغيره. سبحان الله، من الحيوانات كنغر، ك ك كنغر. ماذا نشاهد هنا؟ كلب، ك ك كلب. كلب من الحيوانات الأليفة، يغطي جسمه الشعر، وحرف الكاف هنا أيضا في أول الكلمة، ك ك كلب. ماذا نشاهد هنا؟ كرة، ك ك كرة. كرة، نعم، إنها رياضة جميلة ومفيدة ومسلية. حرف الكاف هنا في كلمة كرة في أول الكلمة، في أول الكلمة. كمثرى، كمثرى من الفواكه اللذيذة والمفيدة للجسم. كمثرى، حرف الكاف هنا أيضا في أول الكلمة. ك ك كرز، ك ك كرز. حرف الكاف هنا أيضا في أول الكلمة، ك ك كرز. كعك، ك ك كعك. كعك، حرف الكاف هنا أيضا في أول الكلمة، كعك. كتاب، ك ك كتاب. حرف الكاف في أول الكلمة، كتاب. كرسي، كرسي، ك ك كرسي، كرسي. حرف الكاف هنا أيضا في أول الكلمة. كيوي، كيوي. حرف الكاف في أول الكلمة. شوكة، شوكة. حرف الكاف هنا في وسط الكلمة. نستخدم الشوكة في الطعام، نعم، نتناول بها الطعام. مكنسة، مكنسة. حرف الكاف هنا في وسط الكلمة. نستخدم المكنسة في تنظيف المنزل والسجاد. سمك، سمك. حرف الكاف هنا في آخر الكلمة، سمك. انتهينا يا صغاري.